لا قدر الله، لا قدر الله، كل دماغنا مش قادرين نصدق احنا كجمهور ان احنا ممكن نخسر من السويد. ما دي على فكره مسؤوليه كبيره وضغط على اللعيبه، ان الجمهور مش مستوعب ان الفرقه دي ممكن تخسر، دي حقيقه يعني. لا قبل نهائي اولمبيات وهنا في مصر بنخسر من الدنمارك بضربات الجزاء وكده، فانت مش متخيل. طب لا قدر الله خسرنا من السويد، هنلعب على الترتيب طبعا. هنلعب على الترتيب. فرصنا ايه في الترتيب؟ هتبقى فرصنا هي بس النقطه اللي احنا هنلاعب الكسبان او الخسران ساعتها من مين؟ فرنسا والمانيا. فاحنا كسبانين فاحنا كسبانين المانيا في الاولمبيكس، وهي كانت بوابتنا لنصف النهائي. هنكسبها ان شاء الله. فان شاء الله. طيب كسبنا المانيا. هنلاعب بقى اللي هنلاعب كده المجر، الخسران من المجر او سوري الكسبان من المجر، والخسران بقى من النرويج واسبانيا. غالبا هتبقى اسبانيا. يعني هو اصل اسبانيا برضه مشوار اهو هو بالظبط. يعني اشكركم يا جماعه. يعني احنا هنا كده احنا احنا لو خسرنا مثلا لا قدر الله، مش عايز بس لازم نحط كل الاحتمالات. طبعا. خسرنا من السويد ممكن نقابل، هنرد على الخسران من فرنسا والمانيا. المانيا والمانيا تمام، هنكسب المانيا ان شاء الله. ان شاء الله نلعب على خامس وسادس، هنلعب مع دلوقتي الكسبان من المجر واسبانيا واسبانيا بقى والنرويج او النرويج صح. بس غالبا هتبقى، لا انا اسف، هتبقى ممكن النرويج اللي تخسر. بالظبط. بالظبط. بس لو المجر لو المجر والنرويج لعبوا بعض، النرويج تكسب، فكده يعني كده ممكن ان شاء الله ايه تعرف شكل البتاع، ممكن النرويج تاخد سابع مثلا والمجر تامن مثلا. ومصر لا النرويج بقى ممكن تلعبنا على خامس سادس. النرويج ممكن لو النرويج ممكن تلعبنا على خامس سادس. انا اتصور ان هو حتى لا قدر الله لو خسرنا من السويد احنا ممكن عندنا خامس، ودي حاجه كويسه. هقول لحضرتك على حاجه، الحقبه الزمنيه او الجيل الذهبي لكره اليد المصريه يعتبر جيلين، جيل ابتدى من 91 خلص في 2001. 91 كان كاس امم وبدايه بقى دكتور حسن مصطفى كابتن شمس الله يرحمه كان هو اللي بالظبط، كابتن جمال شمسي في 93 كسبنا بطوله عالم شباب، ابتدينا 95 97 99 2001 بنخش ربع النهائي بطولات العالم، ابتدينا ثامن مرتين سادس سابع، بعد كده رحنا ايه في 2001 ختمنا بالمربع الذهبي. هي نفس الفكره في 2019، 2019 ثامن، 2021 سابع، لا قدر الله في 2023 خدت خامس، خدت سادس، ان شاء الله هتيجي. بس 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 ما نهدمش. طيب هسالك سؤال، انت مع تجديد لبروندو؟ انت بتجيب السؤال من عندي على طول. انت مع التجديد لبروندو بالوضع ده، بالوضع انه بيمرن فرقه في المانيا وبيجي النتيجه بتاعت البطوله هتحدد يعني اتمنى وجوده، يعني التجديد ليه بس يستمر في المانيا ولا يعني متفرق. يبقى متفرق للمنتخب النتيجه، لكن انهاء عقد ده مشروعه وهو حابب جدا والتيم ورك معاه قوي جدا، وخلينا نتكلم بأمانة ناجح حتى الان. طبعا حتى بعد خسارتك من الدنمارك لا هو ناجح وعمل جيلين في المنتخب يعني بامانه. بالظبط نقول كلمه الحق. بالزبط. يعني بالزبط. هو عمل جيل دلوقتي بيطلعه مهاب واحد منهم، وجيل وسط وحميد وحميد وخدك برضه، خلي بالك مع محسن مش كبير قوي برضه. بالظبط يعني محسن مش لعيب كبير، فانت عامل بدا واحده رويدا رويدا في وقت النتائج ما تتهزش برضه. بالظبط صح ولا انا غلطان؟ وبتتحسن يعني. هو لو نجح السنه دي ان شاء الله، لو في أسوأ الظروف خدنا خامس، خلي بالك في نقطه مهمه، انت كسبت السويد النهارده ورحت خسرت من فرنسا ولعبت تالت ورابع وخسرت برضه، هتاخد رابع. لو انت كسبت المشوار الجاي وخدت خامس ما فرقتش معاك مركز، يعني الدنيا قريبه. هي زي ما بقول لحضرتك، احنا عايزين نعلق ميداليه، ده هيبقى الاعجاز الكبير في بطوله العالم. بالظبط بطوله العالم. وعايز اقول لحضرتك احنا يعني احنا كسبنا بطولات عالم ناشئين وشباب، فعايزين الكبار وهنوصل لها ان شاء الله. بس نفضل نبني، هي دي ميزه في اتحاد الهاندبول اللي بيبني. خلي بالك برضو ممكن يتخذ قرار انفعالي باللجنه المؤقته اللي موجوده دلوقتي ويقول لك لا بروندو اذا كان عاجبك اقعد، مش عاجبك يعني ممكن يبقى فيه عارف نشوه أو حماس بعد الماتش يقول لك لا انت مش معايا. دي كانت هتحصل بعد كاس بعد بطوله افريقيا. بالظبط. لكن في الاخر اللي تم يعني ايه، سمعوا صوت العقل. ليه؟ اصل اقول لحضرتك على حاجه، انت هتجيب مدرب جديد تمام؟ كده كده لازم هتجيبه من المدرسه الاسبانيه اللي هي اعلى نجحت مدرسة. ونجحت معاك وماشيه معاك، ومش على فكره مش في اليد، انا هروح معاك ده نجحت في حته كتير. بالظبط. تحس ان اسبانيا جيناتهم جايه مع جيناتنا كمدربين يعني.
اصل نفس الشخصيه جينات حضرتك يعني الاسبان والبرتغال هم نفس الاشعه يعني الطليان غيرنا انما اسبانيا والبرتغال تحس ان هم يعني يعني تحس ان هم عرب زينا وهو كمان عنده ميزه هي بس النقطه بوجود اوسكار اللي هو المساعد المدرب الجديد بتاعه انا يعني ايه المساعد المدرب القديم اللي هو راح مسك الفريق الاسباني اللي بيلعب فيه محمد علي سنفين اعتقد تحس كانت الكيمياء اكتر انا ده اللي انا حسيته بس هل يا ترى بسبب التواجد المده يعني قاعدين مع بعض مده اطول طبعا هو اكيد هو اللي مختار يعني طبعًا. اوسكار اكيد هو باروندو اللي مختار بالظبط بس هل اختاره عشان التاني مشي طيب ما هو ممكن يكون الكفاءه مختلفه يعني ما هو انت ايدك مش زي بعضيها بالظبط في تفاهم بس الكفاءه الرؤيه ما انت في اوقات كتيره جدا محتاج الاسيستنت بتاعك يصلح لك ده مهم جدا ده مهم جدا يعني عايز اقول لحضرتك احنا يعني نقطه بس ماتش زي الدنمارك ده كان ممكن يردك فيه بالظبط الاسيستنت دوره مش زي ما الناس متخيله مساعد لا ده هو بيبقى كمان شايف اكتر كمان لان هو المدير الفني بيبقى واقف على الخط الاسيستنت بيبقى قاعد قاري كل الملعب خلاص صح بلس ان محلل الاداء جنبه يعني الدكتور محمد امام فمن ويصحح البتاع فانت نقطه مهمه انت طرحت ليها بصراحه وجود اسيستنت جديد الناس مش واخده بالها ان اوسكار غير اللي كان موجود قبل كده طب جرابيا طيب انت هتجيب مدير فني جديد من اسبانيا بس الاول قبل ما نقول لو في ان احنا جددنا البروندو الوضع في كره اليد غير الالعاب الثانيه كره اليد بيبقى في توقف دولي بيحترم في كل حته في العالم الدوريات بتقف لعيبتها بتروح منتخباتها يعني في كنترول من الاتحاد الدولي غير طبعا الطايره واليد الطايره والسله الموضوع غير كده خالص طيب هو احنا عايزينه ليه يبقى متفرغ هي مشكله باروندو عارف حضرتك لو باروندو بيدرب في اي دوري غير الدوري الالماني الموضوع هيبقى اسهل ليه اخر دوري بيقف في التوقف الدولي هو الدوري الالماني سمعت ان هو ما بيقفش كمان في اوقات كتير يعني ده هي دي مشكله يعني باروندو كان هيجي للمنتخب قبل بطوله العالم بفتره لو في الدوري المغربي في الدوري الاسباني كمل الدوري بيقفوا قبل البطوله مفيش فهي دي برضو من ضمن البوينتس بس انت كباروندو كاسم وكسي في وكارير ده طبعا باروندو اوسكار المساعد بتاعه على الشاشه بالظبط بالظبط هقول لحضرتك يعني قبل السفر للمعسكر بتاع فرنسا اللي هو طلعوا من فرنسا على السويد كنت بتكلم معاه كنت في اخر تمرين ليه في المركز الاولمبي خلاص عملنا التصريحات فاتكلم هكمل انا نفسي اكمل باروندو ده مشروعي قال لك انا عايز اكمل ده مشروعي اللي انا ابتديته سالت مدير المنتخب كابتن نور ابو زيد نفسنا يكمل احنا كلنا تيم واحد وابتدينا مع بعض وعامل حاله كويسه التيم كله بس القرار في الاتحاد هو اللي هيقول هقول لحضرتك على حاجه كان هيبقى كاتت شورت لو لا قدر الله ما وصلناش ربع النهائي لا خلاص كده. لا صح كده التغيير الزامي هنا صح كده فهي كده هو عنده يعني كريدت يكمل اللي هيحصل بعد كده من 3 الاسبوع اللي جاي ده بس هو ده اللي هيدي بقى القرار النهائي هل يا ترى فعلا هيكمل سوري يعني انا قصدي ايه عارف حضرتك وحضرتك طبعا ادرى مني بالموضوع ده لو حضرتك مدير فني وانت قاعد على ترابيزه المفاوضات بتبقى على حسب قاعد كده ولا قاعد كده صح كده صح طبعا طبعا لا ده ساعات ما بقعدش انا مدير فني الدنيا ماشيه تمام ساعات بالتليفون يا باشا